يحتفل المسلمون حول العالم بقدوم عيد الفطر، وذلك بعد 30 يوماً من الصيام والتعبد في شهر رمضان، إذ يحتفلون فيه بإفطارهم، ويزور بعضهم بعضاً، وينهون خصوماتهم، ولا ينسون فيه فقراءهم من زكاة الفطر التي فرضها الله عليهم. وتختلف طقوس الاحتفال بعيد الفطر المبارك بين بلد وآخر، وهنا نسلط الضوء على عادات بعض الشعوب للاحتفال بالعيد. ومع أن هذه الطقوس تتنوع من دولة لأخرى، ولكن ما يجمع بينها تمسك المسلمين بالعادات والتقاليد الشهيرة. في أفغانستان مثل غيرهم من المسلمين في جميع أنحاء العالم، يحضرون صلاة العيد ويستقبلونه بالتزيين والتنظيف، ولكن ما يميز هذا اليوم هو تقليد معارك البيض، أو ما يسمى تخوم جانجي، وهو حدث ترفيهي يمارسه الناس من كافة الأعمار وقت العيد، وهو قائم على تجميع الناس في الحدائق مع البيض المسلوق الملون لاختيار من يكسر البيض أسرع من الآخرين. في دولة جزر القمر، من أغرب العادات التي يحتفل بها الشعب بعيد الفطر هي إقامة مسابقات مصارعة حرة ومسابقات رياضية في سباق الجري. ووسط الاحتفالات تشتد بينهم المنافسة للفوز بكأس البطولة وهدايا وخيرات العيد. ومن المعروف أن خلال أيام العيد تكثر حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، وتكون إجازة رسمية لتبادل الزيارات. أما في اليمن لا يذكر العيد إلا ويذكر معه تلك الرقصات والأهازيج الشعبية التي يتسابق الرجال المعمرون والشباب على تأديتها في الساحات على أصوات دق الطبول، أو ما يسمى في اليمن بالطاسة، إذ يكسب المعمرون الجولة تلو الأخرى، فتشاهد حلقات الرقص الشعبي في أكثر من مكان. وفي سلطنة عمان يبدأ العيد بالتهلولة بعد رؤية هلال عيد الفطر، وهي عبارة عن تهليل وتسبيح يقوم به الرجال، أما النساء فيضعن الحناء للأطفال. ومن أغرب العادات وأشهرها في المغرب وتونس والجزائر عادة حق الملح والتكبيرة للإعلان عن الاحتفالات بعيد الفطر. وتبدأ الاستعدادات لاستقبال العيد بأشكال الفرحة من خلال إعداد الحلويات، وحق الملح عبارة عن عادة لإسعاد الزوجة واعتراف بجميلها من الزوج صباح يوم عيد الفطر، وتكون هدية يقدمها، وتختلف بين الحناء أو قطعة ذهبية، وتوضع في كأس القهوة أو قطعة قماش. ومن أهم المأكولات في عيد الفطر بالمغرب مغربية الحلوى والفطائر وكعب الغزال، ويحرص المغاربة رجالا ونساء على ارتداء الزي المغربي التقليدي المتمثل في الجلابة والجبدور والكندورة. وفي الأردن يعد المنسف الأردني إضافة إلى المعمول والقهوة العربية من أشهر مراسم الاحتفال بعيد الفطر لدى الأردنيين. وتعطى العيدية للأطفال والنساء تعبيراً عن المحبة ولإدخال الفرح والسرور عليهم. وفي العراق العيد له عاداته وطقوسه الشعبية الخاصة به، حيث تتناول أغلب العائلات العراقية طبق الكاهي والجيمر وحلوى الكليتشة، وتعتبر هذه الأطباق من الأكلات العراقية المشهورة التي اعتادتها الأسر العراقية كوجبة إفطار رئيسية أيام الأعياد والعطل الرسمية. ويحتفل سكان شمال إفريقيا بعيد الفطر بإعلان المسحرات بدء أيام العيد بالطبلة والأناشيد والأدعية، والاحتفال بالحلويات مثل حلوى المشكلة والمحكوكة والرخامية. وفي ماليزيا يزين المسلمون بيوتهم بمصابيح الزيت احتفالاً وتجملاً لقدوم عيد الفطر السعيد. ومن أشهر العادات في ماليزيا أيضاً هو ترك أبواب البيوت مفتوحة أمام الزائرين وتقديم الأطعمة والحلوى للضيوف. عادات غريبة وجميلة تزين أيام عيد الفطر السعيد، ويبقى لكل بلد طقوسه وتقاليده الخاصة به بنكهتها المختلفة، لتجعل من عيد الفطر عيداً سعيداً على المسلمين في كل بلدان المعمورة.